السلام عليكم، ازيكم؟ الفيديو ده مهم جدا عشان تعرف ايه اللي بيحصل بالظبط في منطقه الخليج وعندنا هنا في مصر. رؤيه هتختلف تماما وهتشوف ايه اللي بيحصل بالظبط بس بمنظور تاني خالص. ايه اول حاجه حصلت؟ اول حاجه حصلت ان جو بايدن كان له وعود انتخابيه ضخمه جدا وله خطه انفاق حكومي ضخمه، هتنعش بقى مرتبات وتنعش الاقتصاد الامريكي وتعلي المعاشات وتعيش الامريكان في نغنغه، لان هو قاعد يتريق على دونالد ترامب بشكل كبير جدا وقاعد يقول ده فاشل ما بيعرفش يعمل حاجه ضيع الاقتصاد الامريكي. فهو لما جه قال لك انا هغير كل ده. الحقيقه الراجل اتصدم ان توقعاته مش زي ادائه، مش بس كده، لا، ان الحزب الجمهوري اللي هو تبع دونالد ترامب بيحبه بشراسه. ليه؟ جه على اخر السنه اللي هو على الشهر اللي فات مثلا كده او اخر السنه دي اتصدم بسقف الدين، لا، ان الانفاق الحكومي كبير جدا، هو مش عارف يتحرك غير بموافقه الجمهوريين، وبعد ما الجمهوريين يوافقوا له على خطه يعني من تحت الدرس كده هيصطدم بيهم السنه الجايه كمان، يعني كل سنه هيفضل يصطدم بيهم ويقع تحت درسهم عشان يعلي الانفاق الحكومي ويعلي سقف الدين. الحقيقه جو بايدن فكر في حاجه تانية خالص، والديمقراطيين كلهم او الحزب الديمقراطي كله قال لك لا احنا نعمل حاجه تانية بقى. نعمل ايه؟ هنخرج بقى بره سقف الدين وبره الكلام ده كله، احنا نيجي على الاغنياء ونطبق ضريبه تقدر ب 15%. طيب هم عايزين الاغنياء بس، اغنى اغنياء امريكا، يعني اي حد اخر 3 سنين بيعمل سنويا 100 مليون دولار او قدر يدخل في دخله 100 مليون دولار ده يتفرض عليه ضريبه 15%. شوف هياخدوا اخر 3 سنين وكل واحد او كل شركه بتحقق 100 مليون دولار في السنه هيقصوها في 15%. خلي بالك مش بس كده، اي حد ملياردير، ملياردير ده يعني 1000 مليون، يعني هو معاه مليار دولار، يعني هييجوا يقصوا منه 15%، وهيستهدفوا بقى الشركات الكبيره اغنياء امريكا. والحزب الديمقراطي عمال يعد قانون الضرائب الجديد بتاع جو بايدن. ليه؟ قال لك لو انا عملت حاجه زي كده هعرف ادخل دخل كبير جدا احل بيه مشكلتي وما اقعدش تحت درس الحزب الجمهوري واعرف بقى انفق براحتي واطبق الخطه اللي انا عاوزها. ما هو اصل الخطه اللي هو عاوزها دي او اللي هو عاوز يطبقها دي مش رياليستيك، يعني خطه غير عقلانيه ما تتماشاش مع اوضاع امريكا او مع الاقتصاد الامريكي. هو كان حاطط امال وطموحات عادي زي اي رئيس امريكي بيضرب ارقامه خلاص، ولما يجي يخش يلاقي الوضع مختلف. فالراجل قال لك ده انسب حل، ان انا هفرض قانون ضرائب جديد هقص الاغنياء واعرف اخد منهم حاجه اسمها الفير شير او الضريبه العادله او الجزء العادل في الارباح بتاعتهم. وبعدين الناس دي خدت فلوس من الامريكان او من امريكا، فجه الوقت ان هم يدفعوا. الحقيقه الموضوع ده هياثر على الاقتصاد الامريكي بشكل كبير جدا. ليه؟ خلي بالك ان الموضوع ده فيه خطوره على الاقتصاد الامريكي بشكل اكبر. عاوز اقول لك ان اكتر من حد او اكتر من عضو في مجلس النواب الامريكي طلع علق من الحزب الجمهوري، طبعا طلع قال امريكا مش في حاجه لحاجه زي كده، امريكا مش محتاجه ان احنا نفرض ضرائب اكتر على الاغنياء، ما ينفعش، احنا كده بنأذي الاقتصاد الامريكي بشكل غير مباشر. الناس دي لو اتفرض عليهم ضرائب اكتر ممكن يروحوا اوفشور او يروحوا بره يشتغلوا من بره. ده كان اول تعليق من الحزب الجمهوري. تاني حاجه طلع ايلون ماسك. ايلون ماسك ده من اغنى اغنياء العالم، او تقريبا هو اغنى واحد في العالم، اللي هو ده بتاع تسلا، راجل غني جدا عنده فوق ال 50 تريليون دولار، يعني 50 مليار دولار، خلاص راجل جبار. المهم يعني هو بيكسب في اليوم مبلغ خرافي. طلع قام كاتب تغريده قال لك امريكا بقى او الامريكان خلاص فلوس الناس التانية فجايين بقى ايه على الفلوس بتاعتي. خد بالك من الكلام وردود الافعال بتاعت الاغنياء. طيب ايه الخطه؟ الخطه دلوقتي ان الفتره اللي جايه هتلاقي اكتر من شركه بتخرج بره السوق الامريكي. خد بالك بقى من الكلام ده، امريكا هتبتدي الشركات تهج منها، مش اي شركات، الشركات الكبيره مش الشركات الصغيره، الشركات اللي بتفرق، هيبتدوا يخلعوا من السوق الامريكي يروحوا حته تانيه بقى ما فيهاش ضرايب كده والدنيا رايقه. حلو، مين اللي هيستفيد من الموضوع ده؟ اكيد البلاد ما فيهاش ضرائب. زي مين مثلا؟ دبي مثلا. دبي اكيد هتستفيد. زي مثلا دول كتيره عندها ما فيهاش ضرائب، اكيد الاغنياء دول هيلجؤوا لها. مين تاني اللي بيلعب اللعبه الصح؟ محمد بن سلمان ولي العهد السعودي. عمل ايه بقى؟ محمد بن سلمان راح كلم بالظبط كده 7000 شركه. على فكره مش انا اللي بقول ده، بلومبرج، زي ما انت شايف في المقاله دي، بلومبرج بتصرح لك ان السعوديه بتكلم 7000 شركه. 7000 شركة دول عاوزين منهم ايه؟ قال لهم تعالوا افتحوا عندنا مقرات اقليمية. خد بالك من الكلام، عارف يعني ايه مقرات اقليمية؟ مقرات اقليمية ده في العرف الاقتصادي مقر ضخم جدا، ما ينفعش يتجزأ لمقرات صغيرة او محلات صغيرة او مكاتب صغيرة خالص، ده بيبقى مقر اقليمي، مكتب ضخم جدا، وبيبقى اكبر مكتب في المنطقة، منطقة بقى الخليج او منطقة الشرق الاوسط او في الاقليم، يعني في الحتة بتاعت الشرق الاوسط او الخليج، وده بيتحكم فيه او المقر الرئيسي اللي يعرف يتحكم فيه في باقي الفروع الصغيرة او المكاتب الصغيرة الموجودة في المناطق الباقية. فالمقرات الاقليمية دي بتبقى مهمة جدا ومكلفة جدا وقوية جدا. مفيش شركة هتروح تفتح مقر اقليمي غير لما تكون متأكدة ان البلد دي هي الاساس، هي اللي هتعرف تديها حاجة مفيش اي دولة في المنطقة تانية هتعرف تديها لها، زي مثلا ضرائب قليلة، تحفيز، خدمات مباشرة،
انترنت عالي، انا بقول لك يعني حاجات بسيطه يعني انترنت عالي، خدمات الاساسيه، حاجه كده تستفيد منها الشركات الكبيره وتبقى عارفه لما تخش البلد دي خلاص هي دي المكان. فالسعوديه رحت اتكلم مع 7000 شركه تقول لهم تعالوا عندنا افتحوا مقرات اقليميه. اكيد اكيد اول ما السعوديه تروح تقول كده للشركات ال 7000 دول اكيد هيضحكوا عليها. سعوديه مين يا عم؟ صلي على النبي كده واهدى بس. سعوديه مين؟ طب انتوا عندكم ضرايب وعندكم وعندكم وعندكم، هم قافلين على الاقتصاد والكلام ده كله، نيجي عندكم ليه؟ الحقيقه ده الجديد ان ولي العهد السعودي عمل شكل جديد في الاقتصاد، مش بس كده، دخل بنسبه كبيره وشرى اسهم كبيره في كذا شركه عالميه، خد بالك عشان يبقى له جزء او نوع من انواع القرار يعرف يتحكم او يعرف يزق القرار الرئيسي اللي يطلع من الشركه. ده اولا. تاني حاجه هو فرض اقتصاد او نوعيه اقتصاد جديده تماما، منها محفزات اقتصاديه، تقليل ضرائب، خدمات اعلى خدمات هتكون في السعوديه هتكون موجوده في الرياض. وعاوز اقول لك ان هو ابهر الشركات دي بشكل كبير وهيديهم حوافز كتيره جدا عشان يجوا الرياض. خد بالك من الكلام، السعوديه اعلنت او لسه معلنه انها نجحت انها تجتذب 44 شركه عالميه هيجوا يفتحوا في الرياض. 44 شركه هيجوا يفتحوا في الرياض مقرات اساسيه. طب ايه الشرط؟ الشرط لو انت عاوز تتعامل مع الحكومه السعوديه في عقود كبيره لازم تفتح المقر الاقليمي عندي. يعني ده بقى الحافز الاساسي. سيبك بقى من الكلام اللي هو ايه محفزات وضرايب، لا لا لا، عاوز تاخد عقد من الحكومه السعوديه، انت عارف الحكومه السعوديه هتديك عقد هيبقى حاجه جامده جدا، تفتح مقر الاقليمي عندي. غير كده ما تعملش مع الحكومه السعوديه، الشركات بس اللي فاتحه عندي مقرات اقليميه هي اللي تاخد عينيا، غير كده ما تاخدش حاجه مني. الحقيقه ان الكلام ده ممكن يضايق مين؟ يضايق دبي. نخلي بالك دبي تعمل نفس الموضوع. دبي فيها نفس السياسه بالظبط، تعالى افتح مقر الاقليمي عندي ويا باشا مفيش ضرايب، تعالى بص على الخدمات عندي عامله ازاي، تعالى بص الدنيا عندي عامله ازاي، الحلاوه كلها. فهل كده السعوديه بتاذي دبي؟ على راي فاينانشال تايمز، فاينانشال تايمز تقول لك السعوديه بتفرض عضلاتها في الخليج، عضلاتها الاقتصاديه اللي هو بقى هتجتذب الشركات بمقراتها الاقليميه وتاذي جيرانها. الحقيقه اللي وضح الموضوع ده مجله ذا اتلانتيك او موقع ذا اتلانتيك. موقع ذا اتلانتيك قال لك بالعكس، مين قال السعوديه بتقتل دبي او بتنافس دبي؟ خالص، ده على فكره دي بتخدم دبي. ازاي؟ قال لك والله لو جيت تبص هتلاقي امريكا نفسها فيها نفس الموضوع، يعني امريكا بلد واحده، عندك نيويورك بتنافس سان فرانسيسكو، الاثنين بينافسوا بعض اقتصاديا تكسير عظام يعني، بس في الاخر هم بيفيدوا امريكا بشكل ضخم جدا، يعني الاقتصاد الامريكي بيستفيد من الولايتين دول، هم محركين ضخمين جدا للاقتصاد الامريكي. مش بس كده، تعال بص على باريس بتنافس برلين مثلا او بتنافس اي عاصمه تانية اوروبيه، كل ده بيصب في الاقتصاد بتاع البلد. لو جيت للخليج هتلاقي الخليج هيستفيد تماما من الحرب اللي بتدور بين الرياض وبين دبي، ان الاثنين بيجتذبوا شركات عالميه فالاثنين هيحسنوا القوانين بتاعتهم اكتر واكتر، يقدروا يجتذبوا بيها اعلى الشركات في العالم، وهيبقى المقرات الاقليميه كلها ضخمه جدا موجوده فين؟ في دبي وجده. الغريبه في الموضوع ان الاقتصاد السعودي عمال يتحسن جامد جدا، والاقتصاد الاماراتي باصص على الموضوع ده وعمال يستفيد ويحسن هو كمان. لو جيت تبص هتلاقي الاثنين داخلين بقوه اقتصاديه كبيره جدا. وعلى فكره مجله ذا اتلانتيك قالت لك على فكره لو انت شايف ان السعوديه لو قامت هتاذي دبي فانت غلطان، ده بالعكس، السعوديين لما يجي لهم دخل اكبر ويبتدي يبقى عندهم دخل اكبر هم اصلا بيروحوا يتسوقوا في دبي. فالسعوديين او السعوديه لما تطلع هتفيد دبي بشكل غير مباشر، مش بس كده هتفيد عمان اللي هم بيروحوا يعملوا فيها سياحه، هيروحوا يفيدوا البحرين اللي هم برضو بيروحوا الاسواق بتاعتها ويعملوا تبضع من هناك، هيفيدوا كل دول الخليج. مش بس كده، هتلاقي الاقتصاديات الخليجيه الثانيه هتبتدي تحس بالتاثر شويه او تحس انها اقل سنه من السعوديه، فهتبتدي هي كمان تصلح الاقتصاديات بتاعها في منطقه الخليج كلها تقوم. بس خلي بالك السعودية بتعمل كل ده امتى؟ وقت ما امريكا بتضرب، وقت ما المستثمرين في امريكا على اخرهم. هتفرضوا علينا ضرائب ايه؟ 15% ايه اللي انت جاي تكلمني عليها؟ ما ينفعش. انا جاي هنا اتنغنغ واكسب فلوس وبتاع، يا عم انا اخد بعضي اروح السعودية او الامارات، انا مش قاعد هنا. خد بالك بقى ان انا جيت قلت لك ان في 4 صناديق استثمارية فرنسية ضخمة جايين مصر. خد بالك برضو بالتحول ده، ان انت برضو هتبتدي تلعب نفس اللعبه دي، بس العاصمه الاداريه تقوم كده وهنعمل بقى المنطقه الاداريه بتاعتنا ونعمل نفس الكلام اللي بيتعمل عند السعوديه والامارات وهنغنغ احنا كمان. انا عايز اقول لك ان السعوديه في ال 44 شركه اللي جذبتهم دول سنه 2030 هيبقى عندهم 3000 فرصه عمل. مش بس كده، داخل لهم 18 مليار دولار بس لانشاءات المقرات الاقليميه دي، يعني تكلفه انشاء المقرات الاقليميه 18 مليار دولار، 67 مليار ريال بالظبط، تكلفه ضخمه جدا. السعوديين اولا هيجي لهم فرص عمل للعمال اللي بيشتغلوا في الحاجات دي، هيجي لهم تدفقات استثماريه ضخمه، كل ده عشان انت لو عاوز عقد من الحكومه السعوديه تيجي تفتح عندي. السعوديه ماشيه صح، ماشيه كويس جدا، الامارات ماشيه صح، الخليج هيقوم، ده فرصتنا، دول اللي وقفوا جنبنا احنا كمصريين، دول اللي وقفوا جنبنا، دول اللي وقفوا معانا.
فالخليج قايم هيشم نفسه، لما يشم نفسه احنا كمان هنقوم، هيبقى عندنا المنطقه بتاعتنا وكل العرب ان شاء الله هنقوم تاني، الاقتصاد العربي هيقوم تاني اقوى واقوى، مش هنحتاج لاوروبا ومش هنحتاج لامريكا، بس الكلام ده قدام يعني ان شاء الله يعني. ما زلنا محتاجين قروض وماشيين بقروض، بس في الاخر احنا هنمشي صح ان شاء الله، احنا بنعافر وهنوصل، طول ما انت بتعافر هتوصل، وان شاء الله اللي جاي هيبقى احسن. طب السؤال هنا، هل جو بايدن هيفضل ساكت على العاب السعوديه؟ يعني خلي بالك في فيديو جو بايدن طالع يقول فيه على فكره السعوديه هي السبب الرئيسي في ارتفاع اسعار النفط. بص كده على الفيديو. Do you think there's a, I mean, do you see a, do you have a timeline for gas prices of when you think they may start coming down? My guess is you'll start to see gas prices come down as we get by and going into the winter, I mean, excuse me, into next year in 2022. I don't see anything that's going to happen in the meantime that's going to significantly reduce gas prices. It's going to be hard. There's a possibility to be able to bring it down. Depends on a little bit on Saudi Arabia and a few other things that are in the offing. طب الفيديو ده كان جو بايدن بيتكلم في CNN، وكان لقاء بيسألوه فيه على كل الأسئلة الشغلة بال الشارع الأمريكي كله، وقال لهم والله السعودية هي السبب الرئيسي. فاكر المقال اللي أنا جبتها لك بتاع موقع ذا هيل، اللي جبت لك على فكرة السعودية خدت قرار برفع أسعار النفط، وإنها بعد كده مش هتنزل أسعار النفط بناء على رغبة الأمريكان خالص. السعودية قفلت من جو بايدن وبتحاول ترد له الجميل بعد ما سحب أسلحته من الأراضي السعودية اللي هي ثاد وباتريوت اللي هي صواريخ الدفاع الجوي، في عز ما السعودية بتتعرض لهجمات من قبل الحوثيين. مش بس كده، أنت بتتكلم إن وزير الدفاع السعودي اللي هو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان رفض استبدال وزير الدفاع الأمريكي، وكانت فضيحة كبيرة جدا، والبنتاغون طلع علق في الكلام ده. فهل جو بايدن هيفضل ساكت على لعيب السعودية دي؟ لازم ينتقم. طب ينتقم ازاي؟ طلع سلاح قديم بطريقة جديدة، وهو سعد الجابري. مين بقى سعد الجابري ده؟ الحقيقة سعد الجابري ده عشان اقول لك هو مين، هستعين بجزء من حلقة سابقة انا كنت حكيت بالظبط تفاصيل سعد الجابري ومين هو وليه مهم جدا الامريكان. خلينا نرجع للجزء ده، هو جزء بسيط اشرح لك فيه مين هو سعد الجابري بالتفصيل. بص كده، مين اصلا سعد الجابري وازاي اصلا يرفع قضية على ولي العهد السعودي؟ بص، سعد الجابري ده نفس فيلم طيور الظلام، شفت طيور الظلام بتاع عادل امام؟ ازاي هو شخصية وصولية، ازاي هو حد الذكاء، في نفس الوقت هو جاي من قاع المجتمع لحد ما اصبح حد ذو سلطة كبيرة جدا ونفوذ داخل الحكومة المصرية. ده بالظبط سعد الجابري. سعد الجابري كان مواليد محافظة حائل، الراجل ده من أسرة متوسطة، مش فقيرة ومش غنية، بس الحقيقة ان رب الأسرة بتاعت سعد الجابري مات او والده توفي، وده اللي خلاه يفكر ان هو عاوز مرتب ثابت وفي نفس الوقت مكانة مرموقة يقدر يساعد بيها اهله، ده اللي خلاه يلتحق بكلية الشرطة. الحقيقة لما دخل كلية الشرطة، لما تيجي تبص بقى على دراساته هتلاقي الراجل ده بيختار بالظبط هو عاوز ايه، يعني هو ماشي في طريق كده هو عارف هو عاوز يوصل لايه. ازاي؟ اول ما دخل هو كان بارع في علوم الكمبيوتر او الحاسب الالي، وول ستريت جورنال بتعرف لك الوصف ده، بتقول لك كمبيوتر ساينس او علم الكمبيوتر. الحقيقه سعد الجابري ما كانش فقط بارع في الكمبيوتر ساينس او علوم الحاسب الالي خالص، الراجل ده كان بيدرس قواعد اللغه العربيه. يعني شوف بقى هو عاوز يوصل ازاي، كمبيوتر ساينس وفي نفس الوقت قواعد اللغه العربيه عشان يعرف يتكلم وكلامه يبقى رزين جدا ومثقف جدا وفي نفس الوقت يوصل باكتر طريقه ذكيه. الحقيقه من كتر براعه وذكاء سعد الجابري طلعوه بعثه لعمل دكتوراه في الذكاء الصناعي. يعني شوف بقى السعوديين برضو خدوا بالهم، الراجل ده غير اي حد تاني، فخلوه من ضمن الناس اللي طلعوا يعملوا بعثه ويحصلوا على الدكتوراه. منين؟ من انجلترا، في الذكاء الصناعي مش في الكمبيوتر ساينس، الذكاء الصناعي ده مرحله متطوره. خد الدكتوراه بتاعته من جامعه ادنبرا في انجلترا 1997، لما رجع التحق بوزاره الداخليه السعوديه بناء على توصيه. منين؟ شوف بقى مين اللي وصى ان هو يلتحق بوزاره الداخليه السعوديه، هو نايف بن عبد العزيز ال سعود، وخد بالك من الاسم ده كويس. الحقيقه لما دخل سعد الجابري وزاره الداخليه ابتدى نجمه يسطع لحد ما وصل لايه؟ يعني شوف بقى، خلي بالك انت هنا بتتكلم ان سعد الجابري مش لوحده في وزاره الداخليه، خلاص؟ الراجل ده وصل بقى لواء عادي، يعني ممكن لواء ده ياخدها بالتقادم، ممكن كفاءه، بس هو لواء زي اي لواء. لا، ده كان لواء غير اي لواء. ليه؟ لان كان مقرب من وزير الداخليه ساعتها محمد بن نايف بن عبد العزيز ال سعود. محمد بن نايف بن عبد العزيز ال سعود ده شخصية مرموقة جدا وكبيرة جدا داخل السعودية، فكان ماسك ساعتها وزارة الداخلية وابتدى يعتمد على سعد الجابري. سعد الجابري ما خيبش معاه، الراجل على فكرة ابتدى يطور في وزارة الداخلية، والواضح كده، بص عشان تسمع ان حد بيطور لازم يبقى له سلطات، صح؟ يعني انا عشان اطور في حتة لازم يجي لي الصلاحية
او السلطه ان انا اطور فيها. فبيقول لك ان سعد الجبري كان بيطور في وزاره الداخليه ايه بقى؟ انتزاع الاعترافات بدون تعذيب، ودي اخطر حاجه. عارف مسلسل الاختيار لما كنت بتشوفه كان بيجي يواجه المتهم بكل المعلومات بحيث ان انت تفهم ان هو عارف كل حاجه، والمعلومه اللي انت هتقولها دي مش هتضيف، في حين ان هو اصلا عاوز المعلومه دي باي شكل، بس هو بيحاصرك كده. انا مش بقول لك هو ده نفس النظام، بس انا بديك مثل انت ازاي تطلع معلومه من حد من غير ما تعذبه او تيجي جنبه او تعمل له اي حاجه. فده قمه في الذكاء. في نفس الوقت ابتدى يطور في داخل وزاره الداخليه بشكل كبير جدا. اوعى تنسى ان هو بيعتمد على الذكاء الصناعي او كمبيوتر ساينس برضه. فانت بتتكلم على ان هو ابتدى ياخد وزارة الداخلية السعودية لمرحلة تانية. في نفس الوقت كان له دور كبير جدا في محاربة الإرهاب. وهنا لازم برضو تحط في اعتبارك ان الراجل ده كل ما بينجح في عملية معينة الاعتماد عليه بيزيد. يعني نشوف يعني مثلا نجحت في العملية دي، طب ما احنا عاوزينك هنا برضو. فالراجل ده وصولي وعرف يوصل، ولازم تشهد ان هو ما وصلش بفساد، لا مش شرط يعني، بس في نفس الوقت وصل بذكاء. حقيقة قصة بتاعته هنا عادية يعني، برضو حتى لو وصل لوزير الداخلية او اللي ماسك وزارة الداخلية بس تعتبر قصة زي اي قصة. بس حقيقة ان القصة بعد كده خدت منحنى تاني خالص، اللي هو ايه؟ ان محمد بن نايف بن عبد العزيز ال سعود بقى ولي العهد السعودي. حقيقة اول ما بقى ولي العهد السعودي هنا سعد الجبري ابتدى يبص له نظرة تانية خالص. ازاي؟ سعد الجبري هنا ما بقاش مسؤول عن وزارة الداخلية فقط، انت هنا بتتكلم على ان سعد الجبري ابتدى ينسق بين مخابرات السعودية. شوف بقى المنصب، بين مخابرات السعودية ومخابرات دول العالم كلها. وعلى فكرة في المنطقة كلها كان اسمه معروف، اسم سعد الجبري كان معروف في المنطقة، في منطقة الشرق الأوسط. المخابرات الأمريكية كانت بتتعاون معاه بشكل كبير. طب أنا أقول لك حاجة، الراجل ده كان بيعقد اجتماعات داخل البيت الأبيض، يعني مش مثلا اجتماع عادي، داخل البيت الأبيض. الراجل ده وصل منصب رفيع جدا، وكان بيمثل السعودية في مختلف المحافل الدولية. على فكرة الإعلام الغربي لما بيوصف سعد الجبري تحس كده نوع من أنواع الإبهار بذكائه بقوة شخصيته بنجاحه. هديك عرفت مين هو سعد الجبري. كان موجود في كندا وجيه قعد في أمريكا. من ساعة ما جه أمريكا عمره فتح بقه، دلوقتي يفتح بقه ليه؟ لأن الأمريكان عايزين يطلعوا الرجل اللي عندهم. عايز أقول لك إن ولي العهد السعودي من كتر أكاذيب الرجل ده رفع عليه قضية. شوف قد إيه؟ رفع عليه قضية في أمريكا قدام القضاء الأمريكي. اتكلم يا ذكر وقول بقى اللي أنت عاوزه، قول كل اللي أنت عاوزه، مش إحنا عمالين نهددك والراجل عمال يقول ده بيهددوني بالاغتيال والكلام ده كله، محتجزين أبنائي. جميل، أنا رفعت عليك قضية، اطلع قدام القضاء الأمريكي قول اللي أنت عاوزه. الحقيقة إن على حسب واشنطن بوست إن القضية دي قلقت جدا الإدارة الأمريكية برئاسة جو بايدن، وقال لأ ما ينفعش. الكلام ده ما ينفعش ومش هينفع ان سعد الجبري يطلع في المحكمة. هتقول لي معنى كده ان ادارة جو بايدن خايفة من ولي العهد السعودي؟ بص خليني ابقى صريح معاك، كان في قضية برضو كانت بتمس الببلاوي رئيس وزراء مصر السابق، كان رفعها محمد سلطان عليه. والحقيقة برضو السي اي اي تدخلت والادارة الامريكية تدخلت ان ما ينفعش ان دبلوماسي سابق يتمتع بحصانة دبلوماسية لان بلده مهمة جدا للمصالح الامريكية يتحاكم قدام القضاء الامريكي، فتم وقف القضية. نفس المعلومة دي خدها على قضية سعد الجبري، ان السي اي اي قالت على فكرة سعد الجبري لو اتكلم هيفضح حاجات كتيرة جدا في سياستنا في الحرب على الارهاب. الموضوع كله مش الامريكان بيدافعوا عن سعد الجبري. يعني بص يعني مش عشان بدافع السعودية يبقى اقول لك كلام مش منطقي خالص. الامريكان وقفوا القضية عشان سعد الجبري ما يكشفش اسرار تمس سياستهم في المحاربة على الارهاب، لان هو ده كان ماسك منصب خطير جدا في السعودية. بس الراجل ده فاسد فاسد. انا عاوز اقول لك لما قعد مع برنامج 60 مينتس او 60 دقيقة قال له انت جبت فلوس دي منين؟ انت بقيت غني ازاي؟ قال لهم اصل انا خدمت 4 ملوك وقعدت مع كذا ادارة وانا في منصبي ده بقالي كتير. اجابة يعني تنم عن شبهة. هل معنى كده ان كل اللي خدمه مع ملوك كتير يبقى بالغنى الفاحش ده؟ استحالة. كان كل السعوديين يعني كانوا بيطيروا. استحالة. انت فاسد، انت راجل فاسد، وتحكم عليك في كندا ان انت فاسد ومختلس. الراجل ده خد فلوس الدعم على الارهاب وراح حطها في جيبه. اوعى تصدق ان سعد الجبري ده حد نزيه وشريف، ما كانش هرب. كل النظرية ان ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان بيحارب الفساد، فالراجل ده اول واحد يتجاب، اول واحد يتجاب. مش انت قاعد في منصبك يبقى معاك فلوس دي كلها. هرب هرب وقعد يشتم ويشنع على السعودية. ما ينفعش ما ينفعش ان انت تصدق حاجة زي كده. ما ينفعش ان انت تصدق اي حاجة تتقالك في الاعلام الغربي. الاعلام الغربي واخد النقطة دي نقطة ارتكاز وبيشنع على السعودية والامير محمد بن سلمان بمنتهى القسوة، وحرب اعلامية ضارية ان النقطة دي تاريخ اسود في تاريخ ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، في حين انها تاريخ ابيض. الراجل ده بيحارب الفساد، والراجل اللي هو سعد الجبري ده اول واحد لازم يتحاسب. اول واحد ده واخد مليارات مليارات. في الاخر اقف مع بلدك، خليك مساند لبلدك.
على فكره انا ما بستفدش حاجه لما اقول لك اقف مع بلدك في السعوديه او في الامارات او في البحرين او اي حاجه، انا عايش في مصر على فكره. بس كل النظريه انا شايف الغرب بيلعبنا ازاي، انا شايف من مقالاتهم هم عاوزين ايه. يا رب اكون شرحت لك الموضوع بشكل مبسط. ان شاء الله هيتضرب وعلى اللي انت عاوزه. ورب انصر مصر. تحيه مصر. سلام. يا محروسة بسيف شاطر وسيف حارس عليك يمين، ومن فوق السما السابع حميك يا رب العالمين، من الضلي ومن الخيني ومن الخلق اللي بين